يوم وقت عقيل والدنيا ذليلة، والبراري للوحوش الضاريات روحوا بركابهم كله ثقيلة، سايقينه للقصيم محملات، كاسبين للتجارة والنفيلة، والسمات الطيبة هي وصفات مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بمنطقة القصيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساكم بكل خير. من مهرجان العقيلات منطقة القصيم، ومعنا أحد المشاركين بالمهرجان ماجد سبيعي. يلا حيو. مرحبا ومسهلا. شلونك؟ عساك طيب وطول عمرك. وش شفت هالمزاد وهال؟ والله المزاد طيب، وهلا طيبية، في شراء وبيع ومزاد يشكرون عليه صراحة. الحمد لله. مزاد طيب. في بيع اليوم؟ في بيعات وفي شريات. وش وصل البيع؟ والله يشترون على 200 على 3 على شراء مستمر. ما شاء الله، الله يبارك للجميع إن شاء الله، يوفقنا وياك أخوي. يا هلا والله وسهلا. الله يطول عمرك. وشرفنا العام ابن مضيخ الميزاني. يلا حيو. الله يبارك فيك. يا هلا والله وسهلا. شرفتنا اليوم مهرجان العقيلات لمزاد الإبل. الله. وش شفت هالمزاد؟ ما شاء الله ما شاء الله على هالمزاد، المزاد طيب وعالي مستواه، والله يزيد إن شاء الله من هذا وازيد إن شاء الله، كل علمه طيب إن شاء الله. ونشكر حكومتنا طال عمرك الرشيدة، والله يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أمين. اللهم آمين. آمين طال عمرك. زمان إنهم ينتقلون من منطقة إلى منطقة ويجلبون البضايع إلى حد السعودية من العراق ومن الكويت ومن هذا طريق تجارة وموردة طال عمرك للسعودية. الرجال اللي هم على البل، الحين قواتهم غير البل، هم يرحلون عليها ويجيبون البضايع، ومعاصرين لهم شدة حر وتعب، وقاموا الرجل واجبهم واجب دولتهم. وكذلك يتاجرون بالإبل ويتاجرون بالبضايع ويتاجرون بكل حاجة. رجال عقلي. نعم الله. نعم هذا رجال العقل، ونسمع بهم، ورجال فيهم كفو، والرجال اللي بعتهم إن شاء الله على طريقهم السابق إن شاء الله. إن شاء الله. الله يجزاك خير ويبارك كفو وطيبة. ما شاء الله. الله يبارك. ومسمها طال عمرك النيفات. 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 نعم ما شاء الله. وفحلها على بعير مبلش الجليدي ما شاء البقمي. ما شاء الله. الله يبارك لك. فحالها ويا بعير طبعا ان شاء الله كفو. نحمد الله ونشكر اللي اعطاناها الله. الحمد لله. لكن هل انت تحبه ولا تجاره؟ لا بالله احبها، احبها، ولها الحين 40 سنه معي ما شاء الله عليك. نعم واحبها. ما اخذت تجاره؟ لا والله ما اخذت تجاره، ونشري تجاره ونبيع مع البل، هذه حافظينها ومحبه عندنا ما شاء الله. لها 40 سنة. لها 40 سنة. نعم. ما شاء الله يبارك لك. الله يبارك. والله يحيي. أبو نايف، شريت من هالمزاد ولا بعت؟ نعم شرانا وبعنا. ما شاء الله. شرانا قليل غالية وبعنا غالي. الله يبارك. نحمد الله ونشكر. الزين مرغوب ويقول. الزين مرغوب والبل عظام المال. صدقت. نعم. البل عظام المال والبل هي سفينة الصحراء. من قديم الزمان. الله أكبر. نحمد الله ونشكر. الحمد لله. الحمد لله. أبو نايف بسألك عن ألوان البل. الحين ألوانه تختلف، وأشوف الناس متوجهة للصفراء ولا الوضحة، وش السبب؟ البل كلها طيبة. إيه. والبل لها محبين. والبل سبع ألوان. إيه. فيها طال عمرك الوضحة. أيه. فيها الملحة. أيه. فيها الصفرة. فيها الشعلة. فيها الحمرة. فيها الزرقاء. أيه. هذه ألوان البل، وكل هوايته. أيه. كل يمشي على هوايته، اللي رعى الملحة مع هوايته، ورعى الوضحة مع هوايته، ورعى الصفرة مع هوايته. هواية. نعم. أيه. والصفرة ما ناقته مطير. أيه. صفرة مطير. ما شاء الله ما شاء الله. الصفر. الصفر. أيه. والوضح يا ابو؟ الوضح عامة للمجتمع. أيه. والله الصفرة هذه
اليوم شارين هناك الصف بكم شارين؟ ما يفصح عن مبلغ. افا نعم الله يبارك فيك. مثل ما تشوف علامه شرواه اليوم العالم. اليوم من مستشفى سلام. نعم نعم شارين شرواه عبد الرحمن. عبد الرحمن ابن اخي طال عمرك الله يبارك له. ما بالله لا يفصح عنه. الله يبارك له. الله يبارك له. امين ويوفقها الوفق لكن المبارك. ان شاء الله نبي نزورك عند الحلال عند النايفات. الله ما يحييكم ان شاء الله باذن الله. وين مكانها الحين؟ مكانها طال عمرك اما القاهره قاهره الشقران 3 كيلو شمال ليب. ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك لك. نعم الله يبارك لك. عرف سنابنا اخونا عايد العريدي يلا حيوه. يا هلا والله ومسهلا. شرفتنا مهرجان عقيلات من منطقه القصيم لمزاد الابل. وش شفت هالمهرجان وهالمزاد؟ الله يشرفك. شفنا والله المقام الطيب والسوق الطيب والمخيمات الطيبة والحلال الطيب والريقي اللي مثلك وشرواك اللي استقبالهم طيب وعروبهم طيبة. الله يسلمك. وسوق بصراحة ناجح وسوق طيب الحين عالمي عالمي. أنا أشوف كثرة الحلال لا يوصف الصراحة. نعم في حلال كثير وزين الحمد لله. وش وصلت المشتريات اليوم؟ اليوم سمعت يقولون بيع باكره بخمس. ما شاء الله من عنده. والله اني ما ادري رايها منه. سمعت يقولون فيه نياق بعد كبير بيع حول مليونين. ما شاء الله مليونين. الله يبارك لهم. والله سمع انا واجهت لي كم واحد في السنة. جيران وكل بعركم وضح كل بعرنا وجيران ومن دون الناس. ما شاء الله الله يبارك لكم الله يبارك لكم. وش سبب اختيارك للوضح؟ نسينا نسأل بعد أبو نايف. نعم يا أبو. والسبب اختيارك للوضح؟ والله هواية ومحبة. وكل الناس متوجهة للوضحة. كلهم متوجهة. إيه. ثم نيجي بعده وش الصفراء؟ بعدها الصفر. وش بعده؟ بعدها الألوان الثانية كل ناقة طيبة لها محبينها ولها جمهورها ولها أهلها اللي يهتمونها. كل الألوان. والبلعطة يلا. صحيح. ما فيها كلها طيبة ولكن الناس هوايات. هوايات. هذه فضل الصفر وهذه فضل الوضح وهذه فضل المجهيم وهذه فضل. السؤال لك ولأبو نايف، هل تنصح رجال أعمال إنهم يتاجرون بالإبل ولا تقول لا يجينا إلا هاوي؟ لا والله دخول رجال الأعمال يرفع قيمة الإبل. إيه. ويشجع ويرفع. بالعكس. بهم كلهم كل رجال الأعمال يدخلون. مثل زملائهم اللي دخلوا مجال البل. وهل هي اللي دخل العام واللي دخل قبل واللي دخل مربحة هي بالنسبة عاد الشيء لهم مربحهم رجال الأعمال لهم مربحة. الله نبارك لأخونا أحد مشاهير سناب عبد الرحمن مطيري لاشترائه بكرة صفراء من مستشفى سلام. يستاهل الطيب الله أكبر. سلمك وعبيك. أنتم النشر لله. ما شاء الله من مزاد العقيلات منطقة القصيم شرفونا أحد متابعينا من حايل فواز الشمري يلا حيوا. يا هلا والله مسهلا من رفح الله يحييكم. يا هلا والله مسهلا. وش شفتوا المزاد؟ ما شاء الله كل شيء مرتب.
الله يحييكم. كل شيء بالقصيم شيء يطلع حلو. الله يحييك الله يحييكم والله جميعا يا هلا والله مصر الله متابعينكم شده وقوه من هالحلقه الله يحييكم والله ولي الشرف والله يا هلا والله مصر يا هلا ابوك يا هلا والله عرفونا احد متابعينا من وين ابو من هالعنز الله يحييكم يا هلا والله مسهلة يا هلا والله ابو بدر يلا حيوا يا هلا والله مسهلة وش شفت هالمهرجان سوق عالمي ما شاء الله كونفرال ما حصل في السعوديه اول مره الله يحييك والله يا عم الله يحييكم الصراحه الصراحه يعني الله اللي قايمين عليه يا عم الله يحييك والله والنعم والله والنعم في المقام والنعم والحق ومنظم ومزين والارض قابلة الحمد لله لها الكونفرال الله يحييك والحضور الله يحييك لا اله الا الله مميز الله يحييك والحلال واجد الله يحييك والله يا عم يا الله الله يحييك مقهوه قهوه عند ابو سليمان الله يحييك واللي زينا بعد بشرة من امير القصيم يوم مدد شهر جزاه الله خير الله يحييك دائم متميز مطرب القصيم دائم متميز الله يحييكم الله يحييك بريده واهل القصيم بصفه عامه احنا كل ابونا اهل باذن الله ولكن اهل المنطقه دي يمتازون بكل الصفات حسنه وجهود امير وجهودهم جميله كلها. الله يحييكم يا هلا والله مسهلا يا هلا ابوكم الله يسلمكم الله يجزاكم خير يا هلا والله مسهلا الله يحييكم الله يحييكم يا هلا والله مسهلا يا هلا والله بهذا الشرقيه يا هلا بكم وش شفتوا هالمهرجان والله ما شاء الله طيب مهرجان طيب واللي بيشتري ويبيع يجي بس يبغى له شوي تنظيم شوي من ناحيه المطاعم بس علشان الواحد ما يروح للبريد هناك ويرجع يحطوا المطاعم متنقله موجود الشيف ابو عمر والله يحييك على العشاء عند موجود ايه الشيف ابو عمر الله يحييك العشاء بديوانيه ابو سليمان الفهد الله يحييكم يا هلا والله مسهلا شريت وبعتوا شرينا وبعنا ما شاء الله الله يبارك لكم الله يبارك لكم الله يبارك لكم الله يحييكم يا هلا والله مسهلا يا هلا ما شاء الله تبارك الرحمن هذه السيده اللي يكون به عرض الحلال الاول انت اللي تفتحوا السيده الجديده هذه الثانيه ما شاء الله الله يبارك لهم كل يقول الزين عندي ما شاء الله الله يبارك لهم ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم يا سوم كم 300 ما شاء الله الله يبارك لك ما شاء الله احد متابعينا من وين ابو من الرياض الله يحييك الاسم محمد القمي والنعم والله اخوي محمد يا هلا محمد القمي من جده الله يحييك يا هلا والنعم والله اخوي سلطان الله يحييك وش شفت هالمهرجان المهرجان ما شاء الله تبارك الرحمن يا بلقى اول مره تجي اول مره اجي نعم ما شاء الله الله يحييك والله الله يحييك من سناباتك يا ابو الله يحييكم والله الله يحييكم الله يحييكم تبارك الرحمن طيبك الله يحفظك اهله طيبين وتنظيم وشغل على العال صراحه نقول اللي ما جاي يجي الله يحييكم والله الله يحييكم والله اقهوه اقهوه عند ابو فهد الله يحييكم يا هلا والله مسهلا يا هلا والله مسهلا الله يحييكم ما شاء الله يلا حيوا ما شاء الله الله يبارك لك كم تسام هالخلفه؟ تسام 36.5 ما شاء الله الله يبارك لك الله يبارك لك حتى باكره باطنيه ما شاء الله ما شاء الله هديه على جميع الشروط ما شاء الله الله يبارك من يمين ومن يسار الله يبارك لك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله على الشر ما شاء الله تبخرها ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك كم تسام 36.500 36.500 او او زعاده زعاده مسميه بعد والله ما شاء الله زعاده طيب تسميه وتبيعه والله وش نسوي انت رزق الله الله يرزق الله يرزق وش شفت هالمزاد والله المزاد مبروك اي حلال طيب والامور طيبه كلها الحمد الله يديم علينا الامن والامان امين امين الله يبارك لك الله يبارك لك ما شاء الله ما شاء الله أوه. كم رقمك خلنا نحط رقمك اللي يبي احد متابعينا يلا حيوا الله يحيي الاسم الاسم سعد عياد الرشيد والنعم والله اخوي يا هلا والله مس من وين والله بهالبزاد الله يحييك تفرج حلال وتفرج الله يبارك لك الله يبارك لك الله يحييك بنعمة عظيمة الله يحييك شلون العلوم ولا الاسم
ابراهيم سعد الرشيد. نعم والله الله يحييكم والله الله يحييكم يا هلا والله ومسهلا. هذا البر طال عمرك. الله يبارك لهم. كل يقول الزين عندي. اي بس الزين شاي. ها يقول الزين مثل الحياة متبوع لو ما تلا الناس يتلونه. مثل الحياة ما قلتوا لو يمشون يوم يتعدون. تعدون الله وسعد. يا هلا والله مسهل. يلا حيو. يا هلا والله مسهل. وش هالزين ما شاء الله. الله يطول عمرك. الله يبارك لك. قل امين. كم السوم؟ على 250 على لهو بعير ابو محمد المهيلي. ما شاء الله على الهرش. اي نعم. ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك لك. عليها 250 ما شاء الله. يا زول يا ابو عبد الله ما شاء الله عليها 250 على بعير مهيل بيقول ما شاء الله. الله اكبر. لا إله إلا الله. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. يلا حيو. الله يطول عمرك. ما شاء الله. تقول البكر عليها 250. اي نعم عليها 250. ايه. وانتاج عندي ومدرب عند ابو محمد والله يبيض وجهه ويطول عمره ويخلي له عياله. علومه كلها طيبه. اللهم امين. والله يبيض وجهه. على بعير. على لهوب. لهوب. الباتلي. يعني الباتلي. ابو مرعبه. ايه. ابو الفرديات. ما شاء الله ما شاء الله. ومعك سعود من طنف الدوسري. والنعم والله. من وين؟ سعود. من اهل الخرج. الله يحييك والله. الله يجزيك ويطول عمرك. متى جاي ابو؟ والله جاي قبل امس. قبل امس ما شاء الله ما شاء الله. ومتى سيمت؟ سيمت امس. امس. الله الله ما شاء الله. الله يبارك لك. الله يبارك لك. قل امين. وش رايك بهالمره؟ عليها اصلا سومه من اول وجدد بعد سومه. ايه ما شاء الله. الله يبارك لك. الله يطول عمرك. وش رايك بهالمهرجان؟ وش شفت هالمهرجان؟ والله ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبيض وجيههم ويطول اعماره. حكامنا. امين. الحمد لله الحركه طيبه والسوق طيب. والحركة طيبة والله يرزق المسلمين. آمين آمين. الله يرزقهم الله يرزق الجميع. كل نعمة قال يعرض من الحلال الزين. إيه كلش نعم. طيب. إيه نعم. الله يبارك يرزق المسلمين. آمين آمين. الله يبارك لك. الله يجزاك خير يطول عمرك. ما شاء الله ما شاء الله. يلا حيو. يا هلا والله ما سهلة. ما شاء الله. الله يبارك لكم. ما شاء الله لا إله إلا الله. يا هلا بخو. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا والله ما سهل. يا هلا يا هلا والله الله حييك ما شاء الله. كم السوم يا ابو عبد الله؟ 65. 65 يقول. هلا 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 والله ما شاء الله. كم السوم يا ابو؟ 10750. يا هلا بخوي. يا هلا عساك بعت ما شاء الله. الله يبارك لك. الله يبارك لك. كم بعته؟ انت راك وقت طال عمرك. ابجيك والله ابجيك بس اني نسيت. اي والله يوم وقت انك تيجي بس الزبون قدام. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ابشرك انها من الانتاج ما شاء الله. ما شاء الله. تعلف امهاته. وينه هي وينه؟ بالعزبه. كم تقول وصل السوم؟ 10750. 10750 على ابكار. ترى اربع. والساده هنا؟ رمانيات. رمانيات يقول. الله يبارك لك. كلامي ما شاء الله. شلون المزاد اليوم؟ المزاد طيب. طيب. الله الله طيب طيب. الله يبارك لكم ان شاء الله يوفقنا وياك وكل مسلم. الله يحييكم يا هلا الحفر. يا هلا والله ما سهلة. الله يحييكم. هلا ابو خالد. وش شفتوا هالمزاد؟ شفنا والله كل خير يا ابو خالد. الله يحييك يا هلا. حلال طيب ووناسه. الله يحييك. طال عمرك نشكرك انت. الله يسلمك. والله نقولها صراحه. الله يحييك. قلنا وكنا وسط مزاد. الله يحييكم والله. الله يحييك. خير يا ابو. اول يوم جايين؟ اول يوم جايين من حر الباطن. الله يحييك. شدتنا هالسنابات والامور هذه وجينا. الله يحييك. شريتوا بعتوا؟ والله لا والله نتفرج. الله يحييك. يا هلا والله ما
الله يرحم والديك. اقهوه اقهوه بنفسه. الله يرحم اللي جابوه. الا والله. الله يجزاك والله بنت مشى يا ابوه. الله يحييكم الله يحييكم. يا هلا والله مصر. يا هلا بك. يا هلا والله مصر. كم عليه صوم؟ ايه عرف على على عرنون وعير قعيد الشلاحي. ايه الله يرحمه. وعلى الشر التحليل والسنجذع. ما بعد اضرب تو اضرب ناقري واشرها الحين؟ نعم قبل 20 يوم. ما شاء الله ما شاء الله. والصوم على وكيل سلطان الامير سلطان بن محمد وكيل الزهمن علي اليوم. ايه الله لو قال بجيك العصر ما شفت. كم الصوم؟ 4 مليون. ما شاء الله الله يبارك لك. يقول على بعير وش اسمه؟ قعيد الله يرحمه. على عرنون بعير عرنون عرنون على عرنون. الله يبارك لك. ما شاء الله. ما شاء الله. حقيقة سررت بما شاهدت اليوم من أعداد كبيرة للإبل وأيضا ما شاهدت من العمل القائم في مستشفى سلام وكذلك الزملاء في إدارة الإنتاج الحيواني وتقديمهم للمعلومات عن الإنتاج وتحسين الإنتاج. نهدف في وزارة البيئة والمياه والزراعة العمل على تحسين الإنتاج الحيواني والتنسيب الوراثي بتوجيهات من سعادة وكيل الوزارة أحمد العيادة. دائما يحثنا على العمل والاطلاع عن قرب مع الزملاء. العمل ماشي بشكل جيد ما شاء الله وبإذن الله نطمح إلى تقديم المزيد وسيسر المربين بما سيقدم لهم في الأيام القادمة إن شاء الله. وفي النهاية أحب أن أشكر القائمين على هذا المهرجان وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة الذي شاركوا بنجاح هذا المهرجان. شكرا لكم. وكذلك من ضمن المشاركين معنا في مهرجان عقيلات لمزاد الإبل جمعية طعامي ببريدة. يلا حيو. الله يحييك يا هلا والله. كيف مشاركتكم معنا في مهرجان عقيلات؟ نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا من هذه النعمة الوفيرة. لنا مشاركة ولنا واقع إن شاء الله في رفع حفر النعمة هالنعمة التي تحفظ بأننا بإذن الله جل وعلا نرسل رسائل لأصحاب الولائم أو المخيمات ثم نتبادل معهم الكميات ثم تذهب سيارتنا إليهم وترفع الطعام بإذن الله جل وعلا. لأن نسقت مع إدارة المهرجان وارسال رسائل كل المشاركين. نعم هذه وصلت إن شاء الله بإذن الله واصلة. حتى التنسيق كان مسبقا لكن عدد التواجد هو التواجد الفعلي اليوم إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله. حياك الله أبو خالد الله يحييك. الحمد لله هذه جمعية طعامي
رئيسنا الفاخر الحمد لله أمير المنطقة، ولا قصر معنا، دعمنا من أمس وقبله أن نكون متواجدين بعد، والحمد لله حضرنا سياراتنا على شرف مدير المهرجان والمنظمين من الأمانة، والحمد لله أهدانا جايبين سيارات، استعدادنا كامل بالشركة، وإن شاء الله تبي تشوفون شيء سركم بدل رمي النعمة هذه، إن شاء الله توصل الأسرة الحمد لله المحتاجة. يظل الله وجيهكم، الله يكتب أجوركم على هالعمل تسوونه. شكرا لك أخوي علي، يا هلا والله. الله يجزاك. هذه تواصل أرقام التواصل جمعية طعامي بريدة. شرفنا احد متابعينا من الحساء، يا هلا والله ومسهلا. الله يحييك اخوي الغالي، ولنا الشرف والله انك تتابعنا. تبدا يا ابو خالد طال عمرك. الله يحييك. والله يا ابو خالد والله. وش شفت هالمهرجان وهالمزاد؟ والله ما شاء الله تبارك الرحمن، وش اعد وش اخلي، ما شاء الله. مهرجان عالمي ما شاء الله تبارك الرحمن، الكرنفال ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يحييك. والعالم والبيع والشراء ما شاء الله طيب جدا، وان شاء الله قبولها طيب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. الله يحييك والله، الله يحييك، ولنا الشرف والله انك تتابعنا. انا اكثر يا ابو خالد طال عمرك. يا هلا والله، سعيد اللي قابلناك فيها. الله يسلمك ويرفع مقدارك، يا هلا والله، مسهلا. يا هلا. كذلك احد المشاركين معنا في مهرجان عقيلات لمزاد الابل الشيف ابو عمر. ما شاء الله تبارك الله. يا من العافيه ابو عمر. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يشرف مقدارك. وشلون الاقبال عندكم بهالمهرجان؟ ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. زباين اقول مطنيخ. ما شاء الله، الله يبارك لك ان شاء الله، يوفقنا وياك وكل مسلم. بعد نستقبل الولايه مع الذبايح ونطبخهن ونوفر الدجاج لوجبه الدجاج. كم نص الحاله، كم نص حبه مع الرز الحاله، يبي حبه حبتين يعني الكميه اللي هو يبي. واذا كان عنده عزيمه شيء يجيب ذبايح ولا نوفر توفرون له. يزهم عليكم نذبحه. الشيف ابو عمر غني عن التعريف، وكذلك نبي نحط لكم ارقامهم والتواصل وكذلك حسابه. ابو عمر من المميزين الصراحه، هو الاسعار نفس اسعار الديره ما تغير ما شاء الله. يا من العافيه ابو عمر، طبخ الاولين شيء لا يوصف، ما شاء الله عليك يا ابو عمر، ما شاء الله. هذا سبيشال وبشاور، ما شاء الله عليك يا ابو عمر، ما شاء الله. هيا من العافيه، ما شاء الله بشاور. هيا من العافيه يا ابو عمر، ما شاء الله. هيا من العافيه يا ابو عمر، ما شاء الله. ما شاء الله. طبعا العنبر افضل شيء له انك تتفل زبده. عشان ما تتكسر الحب، لا كسرت الحب راحت شمت الحب. صحيح، اللي هو البشاور. لا يفوتكم بشاور ابو عمر، ما شاء الله. هيا من العافيه ابو عمر، الله يعافيك ويحييك. شرفنا اليوم في مهرجان عقيلات بمنطقة القصيم الدكتور إبراهيم الدغيري، يلا حيوه. يا هلا والله، مرحبا أبو خالد، حياك، حيا ودنا. الله يسلمك. الله يحييك. وش شفت هالمهرجان يا دكتور؟ والله مهرجان حقيقة رائع، ومن روعة اختيار المكان. المكان هذا يحمل إرث تاريخي للمملكة العربية السعودية بشكل عام، منطقة القصيم ولجزيرة العرب. فحقيقة مهرجان يأتي من كل حدب وصوب، رأينا فيه أنواع من الإبل بكل ألوانها، وإن كان تنقصه لون الجهيب ربما لبعد المسافة ما بين جنوب نجد ووسطها وشمالها، ولكن مهرجان فاخر، مهرجان فاخر وتنظيم رائع. يشكر كل القائمين عليه على هذا التنظيم وهذه السلاسة، ورغم الحشود الكبيرة، أنا جيت من العصر حشود كبيرة من الناس، إلا أنه تنظيم حقيقة يشكرون عليه.
أنا أردت الإشارة إلى العمق التاريخي للمكان هذا. المكان هذا وقعت فيه حادثة مشهورة غيرت وجه التاريخ الحديث للمملكة العربية السعودية, وهي موقعة الصريف. تقع يعني هي وقعت عام 1318, ونحن في المكان الذي وقعت فيه, خاصة المكان الذي عسكر فيه مبارك الصباح ومن معه من الأحلاف, حيث تجمعت معه عديد من قبائل العرب حين جاء من الكويت إلى هذه المنطقة. أيضا إذا التفتنا في الخلف نجد متعشى الصريف. متعشى الصريف بيننا وبينه يمكن 3-4 عروق, وهو من مواقع المواضع التي يقف فيها الحج, لأنه على درب الحج البصري. الحج البصري الذي يخرج من العراق ويأتي إلى حفرة بموسى اللي يسمى حفر الباطن, ثم يأتي إلى ذات العشر اللي يسمى معشر, ثم يأتي إلى الينسوعة اللي هي وادي الأجردي, ثم يقطع المظهور وما بعده من عروق ويأتي إلى السمينة اللي ذكرها مالك بن الريب رحمة الله عليه. ولكن بأطراف السمينة نسوة عزيز عليهن العشية ما بيها, هي النقعة الحين. ثم يأتون إلى النباج اللي هي عين الأسياح الآن, ثم ينصرفون يسارا إلى متعشى الصريف. ها وصلنا إلى الصريف. الصريف هذه وهي روضة فيها سبعة أحساء ذكرها العديد من الرحالة وعديد من المؤرخين, من أشهرهم أبو علي الهجري أو كتاب المناسك وطريق الحاج للمنسوب للحربي اللي حققه رحمة الله عليه حمد الجاسر رحمة الله الجميع. كل هذه منطقة القصيم. وإذا وصلوا إلى هذه المنطقة, يعني المنطقة إذا تجاوزوا هذا وصلوا إلى قعبولان. وقعبولان أيضا معروف وهو في شرق بريدة الآن, وكان مكان للصوص وتجمع اللصوص الذين يسرقون الحاج. الأول يقول الله نجاك من القصيم وبطن فلج وبني تميمي ومالك وسيفه المسموم, والثاني يقول إن القصيم بلد محمة أشأم أفنى أمة فأمة. الأماكن هذه أماكن يعني أحيانا تمر بعض الفترات التاريخية ما تكون أهملة أو أن تكون محمة. وإيش معنى محمة؟ القصيم مكان لتجمع الماء, فربما يعني صارت فيها بعض الأوبئة والأمراض التي تكون في هذا المكان. فنقول عبق التاريخ مر بهذا الطريق يعاني, هذا قديما طبعا بعد أن استتب الأمن ويعني ترتبت الأمور لاحقا ما عدنا نرى هذه الأشياء, لكن نحن نريد أن نقرأ التاريخ من خلال الأماكن. فأنا أقول اختيار هذا المكان حقيقة اختيار موفق وثري, والمكان يتحدث بالتاريخ. إن بقيت هنا في عروق الطرفية أو اتجهت شرقا إلى الصريف أو اتجهت في الشمال الشرقي إلى الأسياح وعينها وما كانت تسمى النباج وما فيها من آثار وقصور. سميت النباج لكثرة العيون, النباج لمن لكثرة العيون أو لكثرة الأصوات, لأنها كانت منطقة عامرة منذ العصور الأولى. فطبعا نحن نعرف أنه جاء النباج هي من أحد المراحل المهمة في الطريق. النباج لكثرة الأصوات فيها وكثرة الناس والبشر والنعم والرعاء والحركة, هي ملتقى طريق المتجه إلى المدينة والطريق المتجه إلى مكة. فكل هذا الإرث التاريخي حقيقة نحن نعيش في أكنافه الآن. فيا حبذا أنه يعني إبراز هذا الدور التاريخي والأثري لهذه المنطقة حتى تتكامل مع هذا المهرجان الجميل الذي تباع وتشترى فيه أعز ما يملك الإنسان العربي من مطايا وهي الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإبل عز لأهلها. فيا حبذا أن تتكامل هذه يعني السمتان, فنكون نتحدث عن المكان ونتحدث عن الموجودات في المكان. وكل الشكر حقيقة للقائمين على هذا المهرجان, بدءا من أصغر عامل يعمل في هذا المكان إلى أكبر قائم على هذه التظاهرة الجميلة والرائعة بقيادة الأمير الدكتور سمو أمير منطقة القصيم
الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز حفظه الله، وكل القائمين الذين يدعمون هذا المهرجان. وأيضا لا ننسى الشكر لمجموعة سلام التي حقيقة أبرزت دورها الريادي في المنطقة بقيادة أبي سليمان الشيخ فهد الفهاد. كل الشكر والتقدير للجميع. يعني المرجو منهم أن يلتفتوا إلى تاريخ هذه المنطقة لتتكامل السمة التجارية والاقتصادية لهذه التظاهرة مع السمة التاريخية والثقافية لها، وما أجمل هذا التكامل. شكرا لك يا دكتور، بيض الله وجهك، وجيك تشريف لنا في مهرجان.